يرحم من في الأرض، من هذه من صيغ العموم كما جاء في الحديث المتفق عليه، من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. هنا قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، كما ذكرنا بعلمه بتوجيهه بنصحه بماله ببدنه بشفاعته بدعائه بمعايشة آلامهم وآمالهم بالحرص على مواساتهم بأي وجه من وجوه المواساة التي يقدر عليها. ثم قال وأحب الأعمال إلى الله، انظر أيضا بصيغة التفضيل، نعم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، الله أكبر. الله أكبر يا أخي، أو تكشف عنه كربا أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، الله أكبر. ثم انظر العجب، قال ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، الله مسجد أكبر. المدينة، الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام مشيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، وسواء قضيت هذه الحاجة على يديك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق هذا منك سوى دقائق معدودات، هذا الفعل منك إذا صدقت نيتك واحتسبته عند الله أعظم أجرا وأحب إلى الله من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. الله أكبر. الله، يا سبحان الله. أنا أجزم أن الملايين بل مئات الملايين من المسلمين تتحرق قلوبهم شوقا إلى أن يعتكفوا في المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصا في رمضان. الله أكبر. أقول لهم عندكم عبادة أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الله أكبر. ولا تكلفكم شيئا، ولا تحتاج إلى تغرب عن الأوطان، ولا تجشم متاعب السفر ومشاقة، ولا الانقطاع أيضا عن شؤون الحياة وطلب الرزق، هو السعي في قضاء حوائج أخيك المسلم. الله أكبر. هذا الفعل منك إذا صدقت نيتك وأردت به ما عند الله خير من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي. الله، ليس في أي مسجد، في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلوات بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه في حاجته أو في حاجة، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الله أكبر.